ازيكم عاملين ايه؟ حد حضر ستاند اب كوميدي قبل كده؟ واحد بس؟ حد حضر تاني ستاند اب كوميدي؟ اتنين؟ ماشي. عاملين ايه؟ انا اسلام و كذا حاجه هنعرفها دلوقتي مع بعض عني. لو حد عايز يقعد معايا على القهوه بعد الشو عادي يبقى عارف كل حاجه. انا شغال في بنك. ماما عمرها عرفت ان انا كنت شغال، ان انا اشتغلت في بنك يعني. بسط جدا. قالت لي اسلام، قلت لي البلد ده قلت القميص وبتاع. قالت لي اسلام، اول يوم تروح في الشغل تسال زمايلك تشوف لو حد فيهم عايز يخش الجمعيه. طبعا احنا شغالين في بنك، نعمل كده نجيب فلوس بنك. هناك ما بنشربش شاي 50، بنشرب شاي 100 150 فاهم؟ ف بابا لما عرف ان انا اشتغل في بنك قال لي لا لا الشغل في البنوك لا، قلت له ليه؟ قال لي لا لا استغفر الله العظيم وعملت، قلت له ما فيش حاجه تانيه قدامي يعني، قال لي لا لا ما ينفعش. المهم انا اشتغلت بعدها بكام يوم كده بقى كل شويه يسالني هي اسلام اوضت؟ فاقول له لا لسه. يقول لي اسلام هي اوضت؟ فاقول له لا لسه. فيوم ما اوضت فرحت له قال لي اوضت؟ له اه. قال لي طب ايه طعمه ايه؟ قلت له هو ايه؟ قال لي الحرام. هو في الناس اللي هو الحاره دي ممكن نقفل الباب ونقعد؟ جماعه اللي واقفين ورا مساء الخير. مساء الخير. عاملين ايه؟ انتوا مستنيين حاجه ولا ايه؟ المهم قبل ما اشتغل في البنك كنت شغال مع ابويا. حد شغال مع ابويا؟ هو انا لازم ابقى في الحته دي بس؟ مش ينفع اتحرك؟ انتوا كده مش شايفيني؟ كده مش شايفيني؟ تعالى هنا. طب هنا يعني؟ ايه يا جماعه ده مش هينفع انا عايز اتحرك. عاملين ايه؟ اقف على النور اللي هناك؟ يعني اول حاجه هنا واسكت؟ واكملها هنا صح؟ اساسا يعني هنا بص تحت باين؟ خلاص احنا هنقول هنا حاجه؟ واكمل هنا وانتوا قسموهم بقى، وانتوا قطعوهم دي حطوها فوق ده. طيب ماشي انا هتكلم منين؟ قبل ما اشتغل في البنك كنت شغال مع ابويا. حد اشتغل مع ابويا قبل كده؟ حد جرب الشغل مع ابويا؟ حد كان بيقبض؟ صح؟ مفيش. بيخصم منك بس وتشتغل زي ما تشتغل ما فيش. فانا كنت شغال مع ابويا. فهو الشغل مع ابويا فيه ميزه وفيه عيب. ميزته ان هو فلوسه حلوه. عيبه ان هو فلوسه حلوه. فلوسه هو انت مالكش دعوه بيه. لبابا طب هات 100 جنيه عشان اجيب. يا ابني انت مستعجل ليه؟ ما الفلوس ده كله المكان ده كله بتاعك. ايوه انا عايز 100 جنيه ده اجيب حاجه. يا ابني انت مستعجل ليه؟ المكان ده كله بتاعك. شاف عم احمد المعادي ده بتاعك. استلم من عم احمد يعني ولا اعمل ايه؟ هو كان بيوديني اماكن غريبه قوي. كان بيوديني اماكن غريبه قوي. مره قال لي اسلام الشغل ده مستعجلين. ايوه كده قال لي ان هو بيتحرك يعني كده. صح؟ كنا قال لي اسلام الشغل ده لا لا ايه ده الاثنين دول؟ ايه كل ده؟ عاملين ايه؟ والله يا احمد الصبح انتوا قاعدين كده شاطرين والله. هو بيوديني اماكن غريبه قوي. مره قال لي اسلام الشغل ده مستعجلها جدا عايزك توديه. فقلت له اوديه فين؟ قال لي اوديه بلاص. انا خفت اقول له ايه يقول لي ارزع يعني. والله فقلت له اه دي فين بقى دي؟ قال لي بص هتروح بهتيم. قلت له اه. قال لي هناك تسال فين بقى؟ طب انا بسال من هنا. ايه اللي وديني ابو اسال؟ قال لي روح لعم احمد هو يا يوسف. فرحت لعم احمد. عم احمد يا ابو اسال فين؟ قال لي بص انت هتروح بهتيم. قلت له انا كذا. قال لي لا تسال فين مدافن برضه. قلت له تمام. قال لي هتمشي قدام شويه هتلاقي نادي برقص. قلت له قال لي المحل في وشه اسمه فطاطر البرقص. ما لقيتش ايه القوميه البرقصويه دي يعني ايه اللي خلاهم فرحانين قوي كده بنفسهم يعني؟ واحنا ماشيين هناك لقيت مطب كده مكتوب عليه سبحان الله مطب صناعي. اصحيته لقيتوه يعني؟ اكيد حد عمل يعني اكيد في بلقصاوي عمل. انا متجوز. انا بس قبل ما اتجوز عايز اسال سؤال. هو انت قلت لي اسمك ايه تاني؟ ايه؟ ارمين. منور يا ارمين. انا متجوز. رحت لماما قلت لها ماما انا عايز اتجوز. قالت لي انت معاك فلوس؟ قلت لها عايز حاجه من تحت يعني جبالك او قالت لي انا عايزك تتجوز. قلت لها والله ما كملتش معايا دلوقتي. فقال لي روح شوف الطرف يبقى تاخد تعالى الاوضه بتاعتك دي مين هيراها؟ هتفضحنا قدام مراتك لما تتجوز. ما بقتش فاكر فضيحه في ان انا اوضتي مش متروقه.
يا استاذ بنطلونك علقه هتفضحنا قدام مرضك لما تتجوز. انا كنت لسه صغير فانا كنت عارف ان الرجاله بتفضحنا مش عارف ايه، فانا كان معايا الاثنين في بعض قلت اه يعني الرجاله كلها تفضحنا ان هي ما تصحاش بدري تروح الروح. يعني مثلا ابويا يجي لي من الصبح كده يقول لي عملت ايه امبارح؟ قول له انا صحيت الصبح بدري روقت الاوضه كنست مسحت بص علقت بنطلوني دكر متربي ما تقلقش. اكيد مش هعمل كده. رحت لبابا قلت له انا عايز اتجوز. قال لي اه جوزك هي منين؟ قلت له الحمديه. قال لي اه دي فين الحمديه دي بقى؟ قلت له مش عارف احنا هنروح الجيزه ونسال. انت عارف بابا اصلا مش عارف الحمديه فين؟ المهم رحنا قال لك قبل ما تروح بس خد معاك ايه ورد وشوكولاته. فناخد شوكولاته يا جماعه؟ قال لي خد باتشي. انت عارف باتشي؟ انا ما كنتش اعرفه بقى طبعا انا ما كنتش اعرفه عشان انا من الفلاحين. انا ما كنتش اعرفه. فدخلت ركبت تاكسي دخلت المكان، المكان كله منور واضاءه عاليه جدا، طلعت لابس سوت وشارب وبتاع، قلت في انترفيو او حاجه عشان اجيب شوكولاته يعني. فقلت لها مساء الخير، قالت لي مساء النور. قلت لها كنت عايز تطلع شوكولاته لو سمحتي. قالت لي ايه ده ما شاء الله. قلت لها عارف انا شكلي صغير بس مش لدرجه ان انت تلعبيني. فقالت لي بص في عندي حاجه زي، قالت لي دي اول مره قلت لها لازم اترفض اربع خمس مرات اقول لك بقى مش معنى حاجه نظيفه، دي سبع مرات اتقدم. اه اول مره. قالت لي طيب بص في عندي حاجه زي دي، دي كريستال دي عامله 5000 جنيه. قلت لها احنا ما تبقاش على النجف والكريستال والحاجات دي. فقالت لي طيب بص في عندي حاجه زي دي، دي عامله 4800 جنيه. ما تبقاش عارف انت في 200 جنيه يعني شوف لنا حاجه اقل سنه. فبدات انا ماشي في المكان وهي ماشيه ورايا. قالت لي بص من الاخر انا عندي شوكولاته سايبه. قلت لها ايوه ايه السايبه دي بقى؟ قالت لي عندي كيلو ب 800 وكيلو ب 700. قلت لها تمام اديني نص من 800. فبجيب جبنه بقى مش بجيب شوكولاته. فادتني الشنطه علبه قد كده بالظبط. سواق تاكسي كان بره جبت له بص لي كده قال لي يا باشا افتح لك الشنطه؟ اساس يعني انا جايب حاجه كتير في الطريق عليا. هو مين حضر ستاند اب كوميدي قبل كده؟ منورين يا جماعه. هو احنا ستاند اب كوميدي عامة يعني لما عموما يعني ايوه بنحب نسمع الصوت ده اللي احنا لسه سامعينه ده وبنعمل حاجه ثانيه لو احنا مثلا حاجه عجبتنا بنضحك. مين قال لي يسقف؟ حد قال لي يسقف صح؟ طب لما انت عارفه ما تسقفيش ليه؟ لما انت ناصحه قوي كده يعني انت بحب بس كله يشرب ريد بول مش عارف ايه الريد بول النهارده دي كتير ليه كده؟ ما حدش اداني كوبايه ميه ببلاش صح؟ طب ليه انا ما خدتش طيب ريد بول؟ طيب يا جماعه انا عايز ريد بول طيب فين يا جماعه؟ دي حد شرب منها قبل كده؟ تفتحها لي تفتحها لي تفتحها لي شايف 10 مره شغاله والله العظيم مش عارف انت ما خدتش عارف ليه؟ عارف انت ما خدتش عشان انت قلت اربع مرات دي اخر حاجه اولها كل شويه تقول حاجه ثانيه. المهم رحنا خدت بابا وماما واخواتي الاثنين طول الطريق بقول لبابا بابا انت عارف انت هتقول ايه؟ قال لي ما تقلقش انا هظبط الدنيا. بابا انت اول مره تحط في موقف زي ده عارف هتقول ايه؟ قال لي ما تقلقش مش عارف. المهم رحنا قعدنا بابا قعد عمال يقول هو اتكلم يلا فبص كده قال له شوف يا عم الحاج انا عندي بنتين هنعتبرهم ثلاثه جاي ياخد الثلاثه ب10 فاهم يعني جاي يوزن ياخد شنطه ويمشي هو ده لا مش الكاركو دي كده باينه قوي باينه قوي. ف بابا يعني ابوها وافق بعد اللي ابويا عمله ده المهم احنا اتجوزنا رحنا فندق كده ف راجل في الريسبشن قال لي بص حضرتك هتمضي هنا والمدام هتمضي هنا احنا كنا لسه في اول الجواز فمش متعودين لسه على الباب والحاجات دي فهو قال لي هتمضي هنا والمدام هتمضي هنا فهي كانت واقفه جنبي قالت له مدام الراجل بص لي قلت له يا باشا انا صحيت الصبح بدري روقت الاوضه كان ناس بص ده ضرب متربي ما تقلقش حطيتني مشاكل كتير قوي بسبب الموضوع ده انا عندي ولد اسمه تيم اول ما حد بيسمع تيم بيقول لي ليه سميته سيد؟ بقول له لا تيم بابا كان فرحان قوي لما عرف ان مراته حامل جالي كده قال لي عفارم عليك يا هو ده مش عفارم هو فرحان كده ويعني عفارم اتنين فعايزين نعرف مهندس ايه؟ قال لي اسلام شد حيلك بقى عايزين ولد قلت له بابا انا لحد هنا مامتك خلصت
بنت ربنا بقى، ما اعرفش انت عملت حاجه زياده ولا. فرحنا للدكتور نعمل سونار. اول مره رحنا الدكتور قال لك والله مش هنقدر نعرف نوع الجنين لان هو مدينا ضخم. قلت له يا دكتور طب هنلف. هنلف ايه الجانب انت من بلاقص ده ولا ايه؟ تاني مره رحنا قال لك والله مش هنقدر نعرف نوع الجنين لان هو قافل على اوضته بيذاكر عندنا امتحانات. قلت له يا دكتور ما تطلعش معانا على اذنك. تالت مره هي راحت انا ما كنتش معاها. فقلت لها الدكتور قال لك ايه؟ قالت لي لما تيجي هتعرف. حد عارف حاجه اسمها الله ينور عليك يا فندم المتعلمين بيبانوا بقى. حد عارف حاجه اسمها جندر ريبيت بارتي؟ حفله نوع الجيم كلكم عارفين انا مش متعلم؟ تمام شكرا. اما بلقص بقى هناك. فانا رحت لقيت بابا وماما وباباها ومامتها وجايبين بلالين وجايبين زينه وبتاع. انا قلت يعني هو عيد ميلاده يعني راح اجيبوني على الدكتور وجم. فقلت لها ايه الدكتوره اللي قالت لي حددتني بالمنتين. فقلت لها ايه؟ قالت لي فرقعه. قلت لها مصدع فرق عيني. قالت لي بس انا فرقعه عيني واحده بنت واحده صغيره فانا فرقعت البنت. قلت لها فاضيه. قلت لها هعمل ايه كده قدر الله ما شاء الله. احنا حاولنا مفيش مصيبه يعني الحمد لله. قالت لي بس فرقعه الثانيه. فرقعت الزرع طلع منها ترتر وحاجات. قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها زين انت رمضان؟ قلت لها طلع ايه؟ قالت لي طلع ولد. قلت لها ما كنا نستناها لما جه. ابويا وقف ان الولد ده مع الموضوع حي. ايوه بس برافو عليك هو ده. ده اللي هيكمل المسيره. مسيره ايه يا بابا؟ انت شايف الازهر مسيره ايه اللي هيكمل؟ انا مش هقعد معاك مسيرتك. مسيره ايه اللي هيكمل؟ انا لسه ما كملتش مسيرتك.